بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب تعرفنا المحاضرة السابقة على السنجل فيز، الآن راح نتعرف على الثري فيز. الحالة الأولى اللي هي راح تكون حالة الان كنترولر، فراح ناخذ الهالب بريدج ان كنترول ريكتيفاير كما موضح في الشكل. راح نلاحظ هنا عندي ثري فيز، الفيز 1 2 3 او بعض المصادر نسميها في اي في بي في تي او في اي نوت في بي نوت في تي نوت، كلها نفس الشيء. فراح نلاحظ هنا السورس يتصل بثلاث دايودات. راح نلاحظ انه الكاثود بالنسبه للدايودات ثلاثه راح يكون كومون هنا مشترك، الانود اللي راح يتصل بالفيزات الثلاثه. فبالبدايه راح نعرف انه من الدايود اللي راح يكون هو اللي يوصل، الاكيد اللي هو البوتنشال من يكون الجهد الاعلى، الاي دايود راح يكون دايود بهالحاله بحاله كوندكتنج، وباقي الدايودين راح يكون بحاله ريفرس بايس. ونفس حاله السنجل فيز ايضا عندي اكو عندي البي ماكسيمم وعندي البي ار ام اس، وكما تعرفنا سابقا على انه البي ار ام اس راح يساوي لنا البي ماكسيمم على جذر 2. هنا عندي البي ايش راح يساوي لي هنا الفولتيج اي طرف، يعني اذا بي اي او بي بي او بي سي او نقصد بها ال1 او الفولتيج الثاني او الفولتيج الثالثة. اذا نجي على الفولتيج الاولى البي 1 راح يساوي لي البي ام ساين اوميجا تي، اما الفولتيج الثانية الفيز الثاني اللي هي فولتية بي 2 راح تساوي لي البي ام ساين اوميجا تي ناقص 20 120 عفوا. الفولتية الثالثة راح تساوي لي البي ام ساين اوميجا تي ناقص 220. راح نلاحظ هنا يوجد فيز اكو فرق بالطور هنا اللي هو مقداره 120 درجة، يعني فيز شفت بين فيز وفيز اخر حالة في فيز راح تكون 120 درجة. اما بالنسبة الى رسم الموجات، اذا نشوف اول رسم لل 3 فيز اللي الموجة الاولى اللي راح تمثل لي الفيز الاول والثاني والثالث فرق الطور بيناتهم اللي هو 120 درجة. فبالنسبة الى التقسيمات اذا تلاحظوها راح نقسمها احنا، راح نشوف اول جزء اللي هو 30 درجة، بعدين اللي بعده راح يصير اذا هنا يمكن مو كلش واضحة بالرسم اللي هي المفروض 30 60، يعني كل تقاطع بين موجة وموجة راح يكون هو فرق بيناتهم 30 درجة. فراح نشوف بالنسبة لأول موجة اللي راح نرسمها اللي تجي، يعني إذا نلاحظ بي اي وبي بي وبي سي كما مرسومة في الشكل. ففي حالة توصيل الدايود الأول، يعني إذا كان الأنود مال الدي 1 هو أعلى من البقية فراح يتوصل عندي الدايود الأول، أما باقي الدايودات راح يكونوا بحالة ريفرس بايس. أونلي الدايود الأول راح يكون بحالة فورورد، فراح تكون الفولتية الخارجة اللي هي فولتية اللود فقط اللي هي من الفترة 30 درجة إلى الـ 150 درجة. إذا تشوفون هذا الجزء الفولتية الخارجة الـ V1، أما في حالة أنه يكون الجهد على الدايود الثاني هو أعلى من الجهد على الدايود الأول والثالث، يعني الثاني اللي راح يكون حالة كوندكتنج والبقية راح يكونون حالة أوبن سيركت يعني ريفرس بايس، إذا راح تكون الفترة الزمنية اللي راح تكون من 150 والفترة اللي بعدها راح يشتغل بها الدايود اللي قلنا الدايود الثاني. اذا من ال 150 لل 270 راح يكون الدايود الثاني هو شورت سيركت، اما الدايود الاول والدايود الثالث راح يكونون اوبن سيركت، والفولتيه الاوتبوت هي فولتيه الدايود الثاني. اما الحاله الفتره الاخيره اللي راح تكون من 270 الى 360 فراح يكون الدايود الاول والدايود الثاني هو اوبن سيركت، والدايود الثالث اللي راح يكون حاله شورت سيركت حاله كونتاكتنج، والفولتيه الخارجه اللي هي راح تكون بهاي الفتره اللي هي من 270 الى 360، فراح تكون الفولتيه الخارجه هي فقط الجزء البولد اذا نشوفه الغامق اللي بالفولتيه
فوق. أما التيار على الدايود الأول I1 فراح يكون هو بالفترة اللي بيكون الدايود الأول حالة كونتاكتين، إذا بالفترة اللي هي نفسها فترة التشغيل اللي شرحناها بالفترة الفولتية الأولى اللي راح تكون من 30 إلى 150. أما الدايود الثاني والثالث راح يكونون أوبن سيركت، إذا ماكو تيار. بالنسبة للموجة الـ I2 الموضحة بالرسم راح نلاحظ الفترة انه من 0 الى 150 ما عندي تيار، من 150 الى 270 الفترة اللي راح يكون بها الدايود الثاني شورت سيركت، يعني اكو تيار اللي يكون بها الـ G2 حالة كونتاكتنج. الفترة الـ I3 راح يكون عندي فقط الفترة اللي يكون بها الـ I3 حالة الدايود الثالث حالة كونتاكتنج اللي تجي من 270 الى 360 كما موضحة في الرسم الاخير للدايود. بنلاحظ تيار اللود كما موضح في الرسم اللي صاير فوق التيارات الدايودات، تيار اللود اذا راح يكون كما موضح في الشكل، فراح يكون مستمر بان هناك ثلاث دايودات تبقى بحالة مستمرة من 0 الى 360 وراح تتكرر بكل سايكل. أما بالنسبة للفيمين فراح أخذ الانتجريشن لبالس من الفترة الزمنية اللي تبدي من 30 إلى 150، فنقدر نكتبها بحالة الريديان اللي أنا أضربها، تعرفون العلاقة بين الديجري وبين الريديان اللي أضربها في 180 على باي، أو أحولها بالعكس إلى ريديان أضربها في باي على 180. فعندي الفترة اللي هي من 30 الى 150 اللي هي 120 درجة اللي بقصد بها اللي هي 2 باي على 3، فراح اخذ الانتجريشن للواحد على تي اللي هو 2 باي على 3. انتجريشن مين راح ابديها من ال 30 اللي هي الباي على 6 الى ال 150 اللي هي 5 باي على 6 للاشارة اللي هي الدي ام ساين ثيتا دي ثيتا. اما ال ار ام اس اللي راح احسبه للاي دي ار ام اس لكل دايود، فراح تكون الفترة الزمنية اللي هي واحد على 2 باي اللي عندها 360 درجة، والانتجرال راح تكون للفترة اللي هي من الباي على 6 الى 5 باي على 6 يعني من 30 الى 150 للاي سكوير مين دي ثيتا. كل هذا طبعا تحت الجذر ويساوي لنا الاي مي على جذر 3. هنا راح نلاحظ اكو ملخص بسيط للي حكي اللي قلناه اللي شرح اللي قلناه قبل قليل. فالدايود الاكثر جهد هو اللي راح يكون بحالة كونتاكتنج، وعندي هنا على الاغلب الحمل يكون هو اندكتيف لود، فشكل الموجة راح يكون راح نفرض انه يكون كونتينيوس مثل ما مرسوم شفناه قبل قليل لموجة التيار. عندي ايضا البيمين اللي قلنا يساوي 3 جذر 3 على 2 باي في ماكسيمم للفيز الواحد، وعندي تيار ال ار ام اس الدايود الواحد اللي هو الاي مين على جذر 3. عندي طلاب انتبهوا على ملاحظات بسيطة نطرق لها اللي هي عندي علاقات بين الفي ار ام اس والفي ماكسيمم. عندي بالفي فيز الفي ار ام اس ايضا تساوي لنا الفي ماكسيمم على جذر 2. اوكي، الفي ماكسيمم نقصد بها هنا اللي هي الماكسيمم فيز فولتج. اوكي، فعندي ايضا هناك مصطلح اخر اللي بالفري فيز اللي راح يكون عندي هو اللاين فولتج، فبالسؤال يا اما يكون فيز فولتج او يكون لاين فولتج. فاللاين فولتج اللي ننزلها بالفي ال في سب ال يعني ال صغيره بصفها الفي ال راح يساوي لي جذر 3 في الفي فيز. راح ننتقل الآن إلى موضوع آخر اللي هو الـ Controlled Rectifier. انتهينا من حالة الـ Uncontrolled، الآن راح نتطرق إلى الـ Controlled Rectifier. فأول حالة اللي عندي هو الـ Single Phase Thyristor Rectifier. طبعا الدوائر الكونفرترات اللي تحول الـ AC إلى DC تعتمد بشكل أساسي على الـ Controlled Rectifier كما موضحة في الدائرة الموجودة عندي البلوك دايجرام اللي هو يوضح لي مبدأ عمل الـ Controlled Rectifier.
اللي أنا أقدر أتحكم به عن طريق دائرة للتحكم اللي نسميها كنترول سيركت، أقدر أتحكم بشكل الموجة مالت الخارجية، موجة الخروج، وذلك عن طريق التحكم بالتريجرينج أنجل للديفايس اللي أستخدمه أنا، اللي هو عندي هنا هو الفايرستر. الآن راح ننتقل إلى السنجل فيز هاف ويف كنترول امبليفاير، عندما يكون الحمل عندي عبارة عن مقاومة. سابقا تحدثنا عن دائرة الان كنترول، الآن نتحدث عن دائرة الكنترول. احنا طبعا نعرف الاس سي ار اللي مثل لي السيليكون كنترول ريكتيفاير، يمكن توصيل هاي الدوائر عندما تكون فولتية الانود تكون موجبة، وهنا نحتاج الى تطبيق اشارة اللي تمثل لي الكنترول سيجنال على الجيت، فيجب ان توفر هاي البلسز للجيت حتى تقوم بتشغيل الـ SCR. فبالنسبة للحمل إذا كان مقاومة فراح تكون الإشارة مال التيار الأوتبوت هي بنفس الطور مع فولتية الأوتبوت، وبالتالي راح زاوية التريجرينج اللي نسميها نطلع عليها الفايرنج أنجل راح هنا اللي تقاس بين بيها من المجهز، يعني من الصفر الى عندما يكون صفر البداية، فاللي هي من صفر الى الزاوية لحظة اعطاء النبضة البلس الى الثايروستار اللي نسميها الزاوية الفا، اللي عندما نسلط او نطبق هذه الزاوية راح يبدي الثايروستار بالعمل. فالدائرة الموجودة اللي عندنا اللي تمثل لي عبارة عن سورس وثايرستار ومربوطة الحمل عندي، فالموجة الأولى اللي راح تمثل بوصية السورس اللي هي في ام ساين اوميجا تي، أما الموجة الثانية اللي راح تمثل لي هي البلس اللي راح تشغل الثايرستار، أما الموجة الثالثة فاللي راح نلاحظ انه راح تبدي من زاوية الفا، لان يعني احنا قلنا الثايرستر ما راح يعمل اذا ما راح نسلط عليه التريجر، يعني من اثر التريجر انجل اللي بعد الزاويه الفا يلا يبدا الثايرستر بالتوصيل. فراح نلاحظ هنا الفولتيه اللي راح تبدي من الزاويه الفا الى الباي اللي مثل اللي هو البوزيتيف سايكل، اللي راح نشوفها هي تشبه فولتيه الاوتبوت لكن بعد الزاوية الفا. أما الجزء النيجاتيف سايكل اللي هو من الباي إلى 2 باي فراح يكون صفر مثل ما موضح. الموجة اللي بعدها اللي تمثل لي تيار الأوتبوت راح تكون مشابهة إلى موجة الفولتية، لأن عندي أني هنا مثل ما قلنا عندي الحمل مقاومة، فتكون الفولتية والتيار هنا بنفس الطور. اما الموجه الاخيره اللي راح تمثل الفولتيه عبر الثايرستر اللي هي بي تي، فراح نشوف انه من الفتره الالفا الى الباي بهالحاله راح يكون عندي الثايرستر كونتاكتنج بتوصل، يعني معناته شورت سيركت، فاذا كان شورت سيركت هنا فالفولتيه راح تكون عبر صفر، اكو تيار في الدائره بس الفولتيه هنا فراح تكون صفر. النيجاتيف سايكل هنا راح يكون الثايرستر اوبن سيركت، فاذا ماكو تيار لكن فولتية الاوتبوت راح تكون هي نفس فولتية السورس ناقص فولتية السورس والجزء النيجاتيف، ويبقى يستمر هذا يدفع السورس الى ان تبدي زاوية جديدة الفا حتى تقدح الثايرستر ويقوم بالتوصيل وتكرر البلسات. هنا نبدي ان نحسب البي مين اللي راح اخذه اللي سايكل كامله اللي هو 1/2 باي، فنبدي الانتجريشن من الفا اللي بدايه القدح الى الباي، راح اخذ الجزء الاول اللي هو البوزيتيف سايكل للموجه اللي هي البي ام ساين ثيتا دي ثيتا، واكيد هنا راح تكون الاعلى قيمه للبي مين عندما تكون قيمه الالفا يساوي صفر. اما الاي مين اللي هو البي مين اقسمه على الار. الفي ار ام اس اللي راح يكون هو ايضا لدوره كامله 1/2 باي،
كله راح يكون تحت الجذر. الانتجريشن هو من الفا بداية قدح إلى الباي في البي ام ساين ثيتا سكوير دي ثيتا، وراح يساوي اللي هو ورا الانتجريشن راح يطلع لي الاي ار ام اس. هو طبعا اقدر احسبه من ناتج الفي ار ام اس بعد الانتجريشن، والاي ار ام اس والفي ار ام اس على الار. الان راح نجي الى حالة الار ار لود كما موضح في الشكل. هنا عندي الحمل عبارة عن مقاومة وملف مربوط على التوالي بحالة السنجل فيز هاف واي كاركتر الموضح في الشكل اي، اما الشكل بي فيوضح الموجات والاشارات للفولتيات والتيارات. فالموجة الاولى اللي راح تمثل لي فولتية السورس اللي هي البي ام ساين اوميجا تي، اما الموجة الثانية اللي راح تمثل نلاحظ انه تبدي موجة الفولتية تبدي من زاوية الفا. اوكي يلا يبدي تشوية الثيرستر، فعندما الحالة البوزيتيف سايكل الدايود راح يكون هنا شورت سيركت، فراح يتم التوصيل وراح تكون البي اوت هي نفسها البي سورس اذا طلعتوها بعد زاوية الفا. لكن هنا لاحظ الفرق انه ما راح تنتهي للباي اللي هو البوزيتيف سايكل من صفر الى باي، والنيجاتيف سايكل اللي يبدي من باي الى 2 باي. فراح نلاحظ هنا البوزيتيف سايكل ما راح تنتهي الجزء الاول للموجة ما راح ينتهي للباي، وانما يستمر الى الزاوية ثيتا، وذلك بسبب وجود الاندكتنس والانرجي الموجودة بي. وكذلك بالنسبة لموجة التيار راح نشوفه انه راح يستمر وجود التيار هنا الى الزاوية ثيتا، ما راح ينتهي عند النقطة باي وانما يستمر الى الزاوية ثيتا بالنسبة للجزء البوزيتيف في حالة البوزيتيف سايكل. اما حالة النيجاتيف سايكل فراح يكون هنا تيرستر بحالة ريفرس بايس، فراح تكون عبارة عن اوبن سيركت، فما راح يمر عندي تيار بالدائرة، فراح يكون التيار هنا بالجزء الاخر اللي هو بعد بيته راح يكون صفر. اما الموجة الاخيرة اللي تمثل لي فولتية التيرستر فراح نلاحظ انه بالبوزيتيف سايكل عندما يكون التيرستر بحالة اون اذا الدائرة شورت سيركت، فالفولتية عبر التيرستر راح تكون من بعد الزاوية الفا فراح تكون صفر كما موضحة بالموجة الأخيرة. أما بالنسبة للنيجاتيف سايكل فراح يكون الثيرستر بحالة ريفرس بايس، فراح يتبع فولتية السبلاي فراح تكون من بعد بيتا ويستمر إلى أن زاوية القدح ألفا، فراح يتبع فولتية السورس لكن الجزء النيجاتيف اللي هو ناقص في سورس. ايضا عندي احسب الفي مين اللي اخذه لسايكل كامله اللي هو من 1 على 2 باي. الانتجريشن راح يكون من الفا اللي بدايه الفايرنج الى الزاويه بيتا، ويساوي الفي ام على 2 باي كوساين الفا ناقص كوساين بيتا. اما تيار المين اللي راح يساوي الفي ماكسيمم على 2 باي ار مضروب في كوساين الفا ناقص كوساين بيتا. يعني انا بنحسب البي مين مجرد اقسمه على الار اقدر احسب الاي مين. اما الفي ار ام اس اللي راح تساوي لي تحت الجذر 1 على 2 باي، ايضا اخذ الموجة كاملة. الانتجريشن راح يبدي من بداية الموجة اللي هي بدت من زاوية القدح بالتجارنج انجل اللي هي الالفا الى الثيتا بي ام ساين ثيتا سكوير دي ثيتا. الان راح نكمل السنجل فيز لكن بحالة البريدج كنترول ريكتفاير مع الحمل مقاومة وملف مثل ما راح نشوف. الدائرة المرسومة امامي اللي هي عبارة عن سورس واربع ثيرستورات اللي هي T1 T2 T3 T4 مربوطة وياها الحمل اللي هو عبارة عن مقاومة ومحادة. والموجة الأولى اللي راح تمثل لي هي فولتية السورس، فبالنسبة للفولتية الأولى اللي هي الـ VAB بحالة البوزيتيف سايكل
فراح يكون ال T1 وال T2 الثيرس الأول والثيرس الثاني بحالة توصيل، فراح تكون هناك فولتية ال VAB. أما الرسم الثاني المنقط بالفولتية الشكل الفولتية الأولى فهو راح يمثل لي فولتية ال VBA اللي هو بحالة ال negative cycle، واللي راح يكون عندي هنا الثيرستر الثالث والثيرستر الرابع بحالة توصيل، أما الثيرستر الأول والثيرستر الثاني فراح يكون هنا بحالة reverse bias. الموجة الثانية اللي راح تمثل لي فولتية الأوتبوت فراح نلاحظ أنه الموجة تبدي عند الزاوية ألفا، فالجزء الأول اللي هو من يبدي من ألفا إلى باي زائد ألفا راح يمثل لي الموجة عند تشغيل الثيرستر الأول والثاني عندما يكون بحالة توصيل، أما الجزء الآخر اللي يبدي من باي زائد ألفا فراح يمثل لي هو عندما يكون موجة الدايودات العفو الثيرستر الثالث والرابع عندما يكون حالة توصيل. الموجة اللي بعدها اللي راح تمثل لي التيار الخروج اللي هي الاي اوتبوت، فراح نلاحظ هناك تيار في الحالتين، الحالة اللوب الاول اللي يشتغل به الثيرستر الاول والثيرستر الثاني، وايضا حالة النيجاتيف سايكل اللي راح يشتغل به الثيرستر الثالث والرابع. اما الموجة اللي بعدها اللي راح تمثل لي تيارات عبر الثيرستر الثالث والرابع هنا يمثل لي من الجزء الاول عندما يعمل الثيرستر الاول والثاني فراح تكون هذه الشكل موجة التيار، اما الجزء الثاني عندما الثيرستر الثالث والرابع يكون بحالة كونتاكتين والثيرستر الاول والثاني بحالة ريفرس. الاشارة اللي بعدها اللي راح تمثل لي فولتية عبر الثيرستر الاول والثاني اللي راح نلاحظ هذه الفولتية اللي هو من الفا تبدي الى الباي بلس الفا، اللي راح تمثل لي انه الفولتية راح تكون عبر الثيرستر الاول والثالث يعني يكونون بحالة كونتاكتينج، فمعناته شورت سيركت راح نلاحظ هنا ماكو فولتية، فولتية صفر. والحالة الأخيرة اللي راح تمثل لي الفولتية عبر الثيرستر الثالث والرابع، فراح نلاحظ انه من الزاوية الفا الى الباي زائد الفا فالشكل الفولتية راح يتبع حالة السبلاي يكون بحالة ريفيرس اللي نلاحظها تساوي ناقص بي ماكسيموم، اما من الباي زائد الفا فراح تكون هناك الفولتية الصفر. راح ننتقل الى دائرة الثري فيز بحالة الكنترول ريكتفاير بحالة الهالف ويف كنترول ريكتفاير، مثل ما نلاحظ بالدائرة مالتنا الثري فيز سيركت مربوطة ثلاث ثيرسترات اللي هو الثيرستر الاول والثاني والثالث، ومثل ما حكينا سابقا انه الثيرستر لا يمكن يكون يعمل الا اذا كانت هناك الفايرنج انجل حتى بعدها يقوم بالتوصيل. فراح نلاحظ هنا عندي الموجة الأولى اللي هي راح تمثل لي موجة الفولتية، فولتية الأوتبوت. احنا بالبداية الثري فيز موجودة الأصلية ثلاث موجات اللي تمثل لي الفولتية الـ VA والـ A نوت والـ VB نوت والـ VC نوت اللي ثلاث موجات مال الثري فيز، أو بعض الأحيان نسميها V1 V2 V3. زين، فراح نلاحظ انه بالحالة الأولى راح يكون الثيرستر الأول بحالة كونتاكتينج بعد الفايرنج أنجل، فراح إذا كان هذا حالة توصيل معناته الثيرستر الثاني والثالث راح يكونون بحالة ريفرس بايس، فراح يعمل فقط الثيرستر الأول يكون بحالة توصيل. فراح تكون فولتية الأوتبوت اللي هي الجزء الأول اللي مرقم رقم واحد اللي هنا من يكون الثيرستر الاول بحالة توصيل، واللي راح تكون من الزاوية الفا الى الباي بلس الفا. زين، عندي طبعا احنا ثري فيز مثل ما قلنا المفروض يكون الفيز شيفت بين فيز وفيز اخر هو 120 درجة، يعني الثيرستر الاول اللي راح الفترة مالته راح يعمل بيها من 0 الى 120، الثيرستر الثاني من 120 الى
تضيف لها يعني 120 فوقها 240، والثايرستر الثالث اللي هو من 240 إلى 360 حتى تكمل دورة كاملة اللي هي الوان سايكل. الفترة الثانية اللي مرقميها الرقم 2 اللي راح تمثل لي الفولتية، هي كلها أو الأوتبوت، بس عندما يعمل الثايرستر الثاني يعني تبدأ زاوية القدح للثايرستر الثانية، وبهالحالة الثايرستر الأول والثالث يكون أوف. الأخيرة الباص الأخيرة اللي هي مرقميها بالثلاثة اللي راح تكون للثايرستر الثالث، معناته انه الاول والثاني راح يكونون في حالة ريفرس بايس. زين، الموجة اللي بعدها راح تمثل تيار الجيت اللي هو التريجر فايرنج، فاول واحد للجيت الاول ثايرستر الاول، الثاني تيار القدح لثايرستر الثاني الاي جيت 2، والاي جيت 3 هو تيار القدح لثايرستر الثالث. اما اللي بعدنا اللي تمثل لي التيار الثايرستر الاول، واللي راح نشوفها انه اكو تيار عندما يكون التيار الثايرستر الاول في حاله توصيل، فهناك اكو تيار اللي تمثل لي موجه الاي 1 واللي هو نفسه راح يمر بالدائره تيار الجود. اما الموجه الثانيه فعندما يكون الثايرستر الثاني في حاله توصيل اللي مثل لي الاي 2، والاخيرة اللي هي اي 3 عندما يكون ثايرستر ثالث في حالة توصيل. التيار اللود نشوفه انه راح يكون مثل ما نلاحظه في كل الحالات اكو يوجد تيار، لان ثلاث حالات هو اكو تيار، يا اما التيار الاول او الثاني او الثالث، فهناك تيار راح يمر بالحمل في كل الحالات. هنا راح نشوف شلون نقدر نحسب البي مين مثل ما قلنا، اللي راح ناخذ الجزء اللي هو واحد على الفترة الزمنية اللي مثل ما قلناها هي 120 بين ثايرستر ثايرستر آخر، الفترة اللي يعمل بيها اللي هي واحد على 2 باي على 3 انتجريت، راح ناخذ من الباي على 6 إلى ال 5 باي أوفر 6 بلس ألفا للبي ماكسيمم اللي هي للفيز الواحد ساين ثيتا في ثيتا، ويساوي 3 جذر 3 على 2 باي في ام للفيز في كوساين ثيتا. الشكل اللي بعده اللي راح يمثل لي فولتية الحمل اللي فولتية اللود اللي مثل ما قلناها، هاي من تكون الفا بين 30 وال 90، يعني هنا زاوية القدح راح تكون اعلى من 30، بينما اللي قبلها كانت ثيتا محصوره بين الصفر وال 30، الالفا العفو محصوره بين الصفر وال 30، هنا من راح تكون الالفا لا هي اكثر من 30 واقل من 90، فراح يكون شكل الفولتية اللود كما موضح في الشكل. ومثل ما نلاحظ انه فولتية الاوتبوت هي راح تدفع فولتية السورس، لكن تعتمد على زاوية القدح الفايرنج انجل. كذلك الرسم اللي بعده راح نلاحظ انه الفايرنج انجل اكبر من اللي قبلها، فراح نلاحظ شكل موجة الفرج، فولتية الفرج راح تختلف عن الموجة اللي قبلها.